جبت لهم باسبور تاعي داروا لي فيزا عطوني لا ريزيدونس تاع It's the top notch. يا ربنا يا كريم. اوبس قريب طحت. لو كان نطيح ولا غير نخليها لكم في اليوتيوب. السلام عليكم اخواني واخواتي، اخوكم محمد امين معكم اليوم. نتمنى ان شاء الله انت وانتي راكم بصحه وعافيه وراكم فرحانين وراكم حابين تفرحوا ويكون عندكم الكوراج باش ديروا الحوايج كامل اللي راكم حابين ديروهم في حياتكم. جبت لكم ميكروفون اليوم هنايا باش تسمعوني مليح، وثاني سمحوا لي طولت عليكم لاني كنت يعني فريمون فريمون كنت اوكيبي، كنت بيزي بها بزاف حوايج، لان كاين حوايج يعني ما كتشوفهمش معاكم هنايا، ما قلتلكمش عليهم في اليوتيوب. يعني كاين دي بروجي، كاين دي بيزنس انا اللي مانجيهم، كاين حوايج يعني بزاف راني حياتي دي عليهم، لكن راح ندخل وحيجي الوقت ان شاء الله ونزلنا نهضروا. لكن في الحلقه تاع اليوم في هالفلوغ ولا الفيديو تاع اليوم قولوا لي واش تحبوا نسميوه اليوم هذا الفيديو، احنا هضروا خاصه عليا، لان في القديم هضرنا عليكم بزاف، عطيت لكم بزاف يعني لي زانفورماسيون، لكن كاين بزاف الناس يسقساوني قالوا لي كيفاش كنت عايش في الجزائر، قالوا لي واش كنت دير في الجزائر، كيفاش يعني حتى بديت فواياج، وكيفاش لحقت لكندا، واش راك دير في كندا. واليوم حبيت نعطيكم يعني بعض الاختصارات هكذايا باش الانسان يقدر يتعلم منها حاجه، وربما الناس اللي راهي حابه يعني تسافر ولا اي حاجه ربما يكون ليك هذا الانسان حاجه مفيده. يعني احنا نطلعوا البارا، اذا كنت تسنى بلي هذا هو النايل ليمي تاعك دوك ان شاء الله ليمي تاعك الزيت تطلع انت ولا انت. هي ككل قصه تبدا يعني كنا صغير، تربيت في الحي الجزائر العاصمه، تربينا في القصبه باب الواد هذا العفايس البلايص تما الاحياء تاع الجزائر العاصمه، اي تربينا تما. انا كنت انسان صغير يعني تربينا في هذاك الحي، كنا انرجالي ما نحبوا دراهم، كنا يعني نحبوا نخدموا نحبوا نديروا صوالح يعني باش الانسان يقدر يشري حوايج يقدر يشري. كان عندي لو بود ديالي كنت صغير ما نخليش بابا يشري لي حوايج تاع المسيد ولا الدوزان تاع المسيد غير باش الى حبس من المسيد ما يقوليش انا شريت لك هكذا وما قريتش ولا درت لك هادي وما قريتش. المهم ما كنتش انسان اللي يحب يريح في الدار، يعني توجور نحب نشوف ونحب نبرهن البابا ولا ليما بلي يعني كبرت ونقدر ندي المسؤوليه هذا يعني هذاك التخمام. وكنت نحب ندير الرياضة يعني ما نكذبش عليكم، ما خليت حتى رياضة، درت ملايكيدو من الفوتبال، من بعدها رحت للجيدو، من بعدها درت الاتليتيز. حتى جا نهار كنا في يعني في كيطاني، كنا في الشاطئ أنا وخويا وواحد زوج صحابنا، كنا تما احتاجت إنسان من الكوتي يعني دار شقلبة خلفية، دار زوج واقيلا، دار زوج لي فليب هكذايا تقلب. حبست أنايا قعدت نشوف، قلت دار تقلب، بعد قعدت غير نعس فيهم، بعد زاد دارها هذاك الإنسان كي زاد دارها. ما نكذبش عليكم ما قدرتش نصبر باش نقول لخويا نروحو نهضروا مع هذوك الناس نقول لهم انا متعلموا صاله ما على باليش حنا هذه الحاجه اللي تجي في راسك تجي صاله. رحنا قصرنا من بعد تعرفنا مع هذوك الناس اللي كانوا تقلبوا، من بعد قالوا لي بلي انا كان هو جلال وحماده، قالوا لي نعطينا في قاع الصور مع الناس صاله تحبر واحد تعلم اتعلم على روحك. ما نكذبش عليكم بديت الفرصه ورحنا قاع الصور، رحنا في ربعه من بعد انا وخويا اللي كملنا بدينا يعني بدينا نسيو نتقلبوا، وهذوك زوج الصحابي اللي كانوا معنا ولاد حومتنا هذوك حبسوا من تما، لكن انا وخويا كملنا في هذاك التاريخ. وهي في الحقيقه كاينه واحد الحاجه يعني انا ما كنتش كي كنت صغير كي خرجت من المسيد كانت الشيخه تاع لونغلي كانت تقول لبابا ولا كانت تقول ليما كانت تقولها وليدك ما يقدرش يركز كان يقل. وهي في الحقيقه صح بالك ما كنتش نقدر نركز، بالك ما كنتش نقدر نركز واش راهي تقول الشيخه تاع لونغلي، خاص ما كنتش مليح في الانجليزيه يعني ادوها من عندي، ربما تشوفني انا نهضر بالانجليزيه ولا تشوفيني نهضر بالانجليزي تقول هذا كان مليح في ما كنتش كاع. هذه السنه الرابعه متوسط اللي حبست فيها المدرسه كانت تقول لي مام وليدك ما يقدرش يركز وليدك انسوبورتاب. وهي في الحقيقه كما قلت لكم ربما ما كنتش قادر نركز، ربما ما كنتش قادر نركز لانها حاجه ما انسبيراتنيش، يعني ما قدرتش نركز ربما كامل في حياتي حتى نهار الحق سبور تاع لي زاكرو باش ندير التقلبات الخلفيه ولي ساتو افون لي ساتو اريير هذو هما تما باش قدرت نركز. وليت نركز يعني اكثر من اي حاجه وجامير وماكيتها يعني حتى وين كبرنا ولينا نعرفوا واش معناتها التركيز اكزاكتومو، باش فقت باللي الانسان ربما في بعض الاحيان هذه كامل ما يقدرش يركز على حوايج اللي راهم يصراو في حياته لانه ما انسبيراوهاش ولا ما انسبيراوها. لكن الانسان يلقى حاجه اللي راهو حاب يديرها ولا راهي حابه ديرها
لتما ونبدا التركيز تاع الصح. جاز الوقت كبرنا ولينا نعرفوا هذاك السبور مليح مليح ولينا نديروا لي سبيكتاك ولينا نتقلبوا في الارض ولينا نتقلبوا فوق ليسان ولينا نديروا هذيك عاصمه الثقافه الاسلاميه ولينا نديروا يعني لي فيبليسيتي كوكا كولا موتورولا هادو ما درناهم كامل. الحمد لله كنا ناجحين في هذه الرياضه انا وخويا وليكيب تاع قاع الصور سبيسيالمون. الناس كانت يعني ناس مهندي كان حتى وين السيدو تاع بوسطن راوف سولكينغ راوف انتم تقول الناس بزاف يقولوا سولكينغ حنا نعرفوا راوف كنا نخدموا كيف كيف ثاني يعني بزاف صوالح هادو ما صاروا في حياتنا بعد الدونه للبروفيسيونال ولينا ولا الانسان دوكا ولا يعرف ناس من روس ولا يعرف ناس من الاوكرين ولا يعرف ناس من لبنان. يعني هاد الحاجه تخلي الانسان مخو يتفتح اكثر واكثر بعد تما باش تدخل في راسي الانجليزيه. خدمنا سبيتاك تاع عاصمه الثقافه الاسلاميه نورمالمون هذاك سبيتال. المهم خدمنا خبيت دراهم كانت عندي 10 ملايين بدراهم انا رحت شريت بيدة فيزا تاع ترك هذيك الضربه كنت في عملية 18 سنه وفواياجيت للترك خرجت رحت ب 20 دولار امريكي وقلت يعني راح تما ونافيغي على روحي. كي رحت تما كنت نهضر غير كلمه بالانجليزيه كنت نقول هاي هاو ار يو ام جود ثانك يو هذا ما كان يعني باقي ما اكيد كان يكون يقول لي انسان واتساب مان راح نبدا رحت للترك قعدت سمانه في الترك من بعدها في سمانه كنت نتصرف الناس بزاف كنت نقول هاي للناس بزاف كنت نسيت نتقلب برا يعني بعد الحق الوقت ودرنا لي ستريت شو يعني بدينا نتقلبوا في برا. وهذيك كانوا عندي لي فيديو تاع هادي بعد الكمبيوتر يعني تبع سرقوهولي في تونس الطاكسيور على كل حال يا اخويا بصحتك راك مسامح الدنيا واخر سرق لي فيه لي فيديو تاع تورك لي فيديو كامل هذا كان عندي سلاح وهو يعني لي زاكرو كنت نروح نتقلب نبهر الناس نخليهم يصفقوا يمدوا لك دراهم خدمنا شويه هكذايا قعدت مع ناس يعني اللي ما على بالهمش مام بانا نتقلب انا خرس بحر بما نوليش للليل وتلاقيت بناس يعني اللي يديروا لا دونس تلاقيت يعني في التورك هذه في السمانه الاولانيه تلاقيت كامل هاد الناس بديت ندخل شويه دراهم. وكي كنت رايح نولي للجزائر يومين قبلها تلاقيت مع واحد البنت هي كندية كانوا مجموعة يعني في البوس تاعهم اللي كندية كانوا رايحين من تورك لاغراس من بعد يدخلوا ايطالي بعدها يولوا لكندا. تلاقيت مع واحد طفلة وقلت لها هاي هاي بيوتيفول على ما كان هاي الشابة ديالنا شغل هكذا بتاع الجزائر هذا ما كان والله غير ضحكت. وانا كنت صغير هي كانت عمرها 16 سنة وكنت عمري 18 سنة مصغرة كل عبائكم بعد الحق الوقت شغل ما عرفناش كيفاش نهضروا بعد قلت لها فيسبوك جست فيسبوك يو نو اعطيني فيسبوك ديالك عطتني فيسبوك ديالها انا وليت الجزائر من بعد نسيتها على كل حال. واحد زوج سمانات بعثت لي رساله يعني في الفيسبوك وقالت لي هاي بعد تما باش بديت يعني لا جوني تاعي تاع الانجليزيه حبيت نديفلوبي روحي من بعد بديت نهضر مع الناس في الخارج بار انترنت بديت يعني نسي الماكسيموم بالانجليزيه ولكن الحقيقه تاعها تما ونبديت نتعلم الانجليزيه. موراها زاد جاز الوقت من بعد عرفت هذيك الطفله وبدينا نقصروا ومن بعد ولينا يعني ولينا نعرفوا روحنا بعدنا وقيلت واحد العام ونص من بعد تما قالت لي بلي يعني حابه نجي الجزائر نزورك وكيما كان الحال جاز العام ونص جات الجزائر وانا حصلت ما عرفتش كيفاش ندير وتعرفوا حنايا في الجزائر ما عندناش الكندا يعني كندا يبرقوا شغل النجمه يعني كي تشوف كنديان في وسط الجزائريين يعني تلمع لان الكولور تاعهم تاع الجلد تاعهم بيضه سورتو هذيك الطفله كانت يعني بيضه بزاف يعني شغل تبان بلي ما كانت عايشه في بلاصه وما كاش الشمس. جات الجزائر المره الاولانيه وانا كنت خدام يعني وراحت وقعدت مع لا فامي ديالنا في الدار ومن بعد عاودت وليت الجزائر العاصمه قعدنا تما قعدت معايا وقيلا درنا لها اكستنشن تاع خاطرش الناس اللي ما على بالهمش باش تدخل الجزائر لازم لك فيزا ككندي الالون بعد كد عاودنا لها شهر زياده مور 3 شهور قعدت في الجزائر معنا من بعدها هي راحت كندا ومن بعدها واحد العام قعدنا اون كونيكسيون بعدها عاودت ولات الجزائر ومن بعد تما باش ديسيدينا باش ندخلوها في السيريو من بعدها عاودت ولات كندا ومن بعدها عاودت ولات الجزائر حتى ولينا في عمرنا انا في عمري 21 سنه وهي في عمرها 19 سنه تما يعني باش ديسيدينا اوكي لازم نروحوا دوكا كندا. وانا لانها ما نكذبش عليكم ما كنتش يعني بزاف في كندا كنت صغير كندا خرجت لي من اللي عرفت الطفله هذيك ما كنتش نعرف بزاف كندا كعرفت فلا هذيك من بعد ديسيدا طلعت لكندا حبيت ندير فيزا توريستيك درت فيزا لبنان توريستيك وما قبلونيش لاني ما بعت لهم والو بعت لهم هذيك الانفيتاسيون بعت لهم باسبور المهم خلطه هكذايا من بعد بعد عاود سيد من بعد قصد رفزوني من بعد تقلقت تما يعني كانت عندي انفيتاسيون تاع سبور من الرياضه في نورث كارولينا امريكا وكانت عندي هي قالت لي نجي الجزائر في نفس الوقت
اللي كانت عندي هذيك لا كومبيتيسيون في امريكا تاع جاديرينغ شو كومبيتيسيون جاديرينغ انفيتاسيون اوفيسيال مكتوبه فيها هيك يرفدوني بالايروبور وراح نرقد وراح نشربوا هاد الصوالح كامل. هاي المره الاخيره كي جات الجزائر قالت لي المره الثالثه كي جات الجزائر قالت لي لازم يعني نتزوجوا ولا نديروا حاجه هكذا. قلت لها اوكي يعني تزوجنا في الجزائر ودفعنا الدوسي تاعنا تاع يعني سبونسورشيب يقولها كي تزوج يعني مع كندا راهم رايحين يديروا لك انترفيو ورا تعمر الورق مور واحد الخمس شهور كي عمرنا الورق ودفعناهم تما عيطوا لي باش قالوا لي نروح نديروا انترفيو. هذا الانترفيو ماشي معناها بلي راك كاليفي باش تروح لكندا ولا كي رحت الانترفيو قصت مع المراه قالت لي واش تعرف كيفاش عرفتها تعرف يماها باسمها تعرف صاحبتها واش تخدم خدمات لي يعني سقساوني على لي كيسيون هذه وهي من قبلها كنت عيان ديجا لاني باش عقدوا لي في الجزائر ضربت لي عام ونص حتى العامين يعني باش عقدوا لي عطوني هذيك السيرتيفيكات بلي تقدر تتزوج مع انسانه خارج ماشي جزائريه يعني واش الدين ديالها. فهذه صارت كامل في الولايه وحبيت نقول الناس الخدامين تاع الولايه تشفوا عليا ماني هنايا حبيت نقول لكم سهلوها للناس سهلوها للناس لاني يعني صار في الجزائر هذوك العامين نقدر نقول الانسان ماشي حق عليه اللي يدير هكذاك يعني شفتكم باللي ما حبيتوش تعاونوني ما حبيتوش تعطوني الورقه اللي حبيت نديها ما قريتو جبت لكم يعني جبت لهم كامل الاوراق هذيك اللي مديتها لهم جبت لهم يعني كل حاجه لكن مازال يقول لي مازال ما رجعوناش مازال ما دارولناش مازال ما دار يعني حتى العامين. هذا باش الانسان يتزوج ما عندك الا تخدم انت في الولايه ولا عندك يعني قوه ولا عندك ما على باليش ريليتد لهاد الحاجه حتى بالمعرفه يا اخي سهلوها للناس سهلوها للناس لانها راح هاد الناس يعني ربما كاين لي ربما حياته راح تتبدل لو كان يخرج ربما ما تقدرش تعرف. سهلوها للناس لانها حاجه فريمون الناس تحتاجها. عيطوا لي درت الانترفيو من بعد قالت لي جيب لنا الباسبور ديالك بلي راك كاليفي منها جبت لهم الباسبور تاعي داروا لي فيزا عطوني لا ريزيدونس تاع كندا من الجزائر. طلعت لكندا هنايا كملت الخدمه ديالي في الجزائر بعدها واحد شهرين ثلاث شهور هكذاك جات المره للجزائر من بعد طلعنا لكندا. من بعد في كندا ما نقدرش عليكم في ساعه سكاتون ديريكتوم ولحقنا هنايا في ديسمبر. في ديسمبر هذاك الوقت كان ابرد شتاء اللي جا فيه في لمده 116 سنه فتحت الباب تاع الايروبور ما امنش هذاك البرد اللي قاصني لوجهي ما نقدرش عليكم يعني يسقلك في الحوايج ديالك ويسقلك ما قلت لك داخل الطوموبيل سخون بصح تحسها بلي مازالها برد. هذاك البرد اللي صحي شوي كانت واقيله ناقص 22 23 هذه مازال ما لحقت ناقص 40 ناقص 50 ناقص 55 هذاك العام. ايام بعدها في ساسكاتون بالسيف باش نعرف لان احنا في الجزائر راكم على بالكم بلي نخرجوا برا نشربوا اتاي تلعبوا الدومي تقعد برا تمشي برا تقصر مع اصحابك برا هاد الحوايج كاع راحوا. ايماجي هذيك السخانه راحت هذوك الناس راحوا دوكا راك قاعد في الدار تقدر تخرج تمشي فوق 15 دقيقه ولا 20 دقيقه لانك تقدر تموت من البرد وصح تموت من البرد ولا يعني لحمك يقدر يولي زرق او يتكسر يعني يتكسر صح يجمدوا من بعد يديك ما يعاودوش يحياهم هذيك الضربه يعني سوتو فينجر تيبس هذوك هذوما هنا يبداو لك زروقيه يولي ما تحسلهمش من بعد يولي زرقوا من بعد يبداو يطيحوا يعني قصه محزنه. من بعد كي جاز العام الاول العام الثاني في كندا بديت نخدم بديت كامل الخدمات والدار شوفوا بديت نخدم الاولانيه اللي بديت نخدمها بديت نحي الثلج من ديور الناس يعني شريت بحاره تاع الثلج هذيك الكبيره هذيك اللي تشو تاع الثلج سبيسيالمون مخدمه بالبلاستيك نروح ندغدغ الجيران نقول له هي هاو ار يو دوين كيف حالك واش راك صافا لاباس دو يو نيد نقول له دو يو نيد تيك يور سنو اوف ذا درايف واي سايد واي نقول له نحي لك الثلج من الويند غاري ومن الخرجه تاع دارك. وكاين اللي يقول لك ايه وكاين اللي يقول لك لا يعني كاين اللي يقول لك او نو ثانك يو وكاين اللي يقول لك ما يجاوبك جاع كاين اللي يفتح الباب هذا يقول لك اوكي نو انا يغلق الباب هكذايا ما على بالهم شكون نتايا وحجزنا على هذيك البريودا وكاين الناس يقول لك يس ذاتس اميزينغ ام هابي يو ار هير راني فرحان كي راك جيت سقسيت هنايا واسمك ومنا نحيلهم التلج نحيلو 20 دولار معاها ومن بعد نطلع لاجوني تاعي ونعاود من بعد لقيت خدمه في واحد لاكومباني هذيك لاكومباني شركه ينحوا التلج الديور وعندهم لي كليون ديالهم انا يعني يقولوا لي روح انت مع هاد الزوج روحوا بهذي روحوا بالتراك روحوا لهاد الدار روحوا لهاد الدار على بالهم البلون ديالهم عندو معنا بارتو هيليك 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 نحلم تج بعد انه خون ضحكوا قصروا تما بديت نديفلوبي في الانجليزيه ديالي مع هذوك الناس اللي تعرف الناس الكنديين كيفاش يخمو كنت نريح بزاف ونسمع وكانت يعني نوضوا 4 تاع الصباح باش الناس قبل ما يروحوا الخدمه تاعهم حنا نكونوا نحينا لهم التلج من دارهم على 12 تاع الصباح نكملوا الخدمه. على كل حال خدموا من 4 حتى 12 من بعد كنت نروح بالفيلو هذه الحاجه الوعره
لان هالمره ما حبيت نودها على ربعة اصباح ومنه علوك شريت فيلو هذيك الضربه كان عندي واحد فيلو شي ما نودرت له فيه نرود هكذا اللي فيهم يعني تمشي تخلص هكا تبيضالي فوق الثلج وتقدر تطيح وربعة اصباح والبرد كنت نلبس بزاف جاكيطات نغطي وجهي كنت نلبس هذوك اللي جوجل تاع سنو بوردين ونروح الخدمه حتى مره جاء المعلم قال لهم هي ايفريوان شغل عيط لهم كامل بعد اللي نحو الثلج قال لهم بون لي كيف دوك اليوم ما تقدروش تقاريو هنايا فشادي انهم راح ينقوا يعني ما راح يخدموا لعبسه هكذايا قال له طوموبيل داخل الكراجات كامل طوموبيل بعد قال لي هي امين تيك يور كار قال لي دي طوموبيل ديالك قال قلت له ما عنديش طوموبيل قال لي كيفاش جيت قلت له جيت بالفيلو كي قلت له جيت بالفيلو سيد حبس امبوم وقال لي عيط لهم كاع قال لهم هي 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 ارواحوا ارواحوا قال لهم على بالكم بلي هذا السيد هنايا هاتي كتبها قدامه قال لهم هذا السيد راه يجيب الفيلو راه يبيضالي 25 دقيقه لنص ساعه باش يلحق هنا يختم وانتم راكم تشكيو بعد تما كاع شغل دات لا طونسيون ولينا نقصروا عرفوني بلي انسان يعني جيت نحارب ما جيت باش جيت ميسيون كنت حاب ندخل وهي الحقيقه لازم تسي هذه تسي كيما في السبور درت هذه وهذه وهذه حتى لقيت الحاجه اللي حاب نديرها تاع الصح وهي لي زاكرو يعني درت جيد ودرت هذه درت بالفوتبال ما حاجه ما يعني ما اللي حبيتها تاع الصح كيما لي زاكرو لازم تنفيستي الانسان لازم ينفيستي الوقت باش يدير لا ميم شوز مع الخدمات بعدا خدمت مع تاع التاج بعدا راح درت اول انترفيو ديالي كان عند والمارت خدمت عند والمارت هاد الوالمارت ما يخلصوش مليح خدمت في النهار بعدا قلبوني في الليل تبدا من 12 تاع من 11 تاع الليل حتى 7 تاع الصباح خدمت تما 3 شهور وتعلمت الانجليزيه وخدمت مع الهنوده وخدمت مع هاد الناس يعني بدايه في العام الاول من بعد رحت نخدم في الكنديا انتاير خد كنديا انتاير سبحان الله بدي نخدم هنايا بعد حطوني في الاوتو بارت ونبيعوا لا بياس تاع الطوموبيل من بعد تما بديت نشوف الكراج قدامي تما بديت نشوف الكراج قدامي وليت نحب يعني الكراج قلت لي ميكانيسيان يعني راهم يخدموا ويفيكسيو بعدا يخرج يصفق ويقول له مزيه ياك من هذه بالخف واش لقيت عندهم لومبيونس مليحه دي سي ديت يعني دخلت لي في راسي مازال ما ديسيديتش من بعد مور هذيك الخدمه راح نخدم ندير بلومين يعني بلومبي بديت نخدم في البلومبي من بعد 4 شهور 5 شهور لقيت بلي الناس تما يعني يسبوا بزاف يشربوا بزاف يديروا صوالح بزاف هكذا في الخدمه الله هذوك الناس دوك ندير معاهم نولي كيما هما وراح نخدم الشيت مان يعني الناس اللي تخدم لا فونتيلاسيون كي درت لا فونتيلاسيون هذوك الناس لقيتهم بلي يعني خدمه مليحه لكنها ما ساعدتنيش بزاف انا ليا من بعد مور لا فيتيلاسيون هذيك رحت نخدم خدمه واحده اخرى من بعد في هذيك الوقت كي رحت نخدم قبل ما نروح لا ميكانيك في هذيك الخدمه تما كانوا يصراو لي مشاكل بزاف مور ظهري يعني الناس اللي ما يشوفوهم ماشي راه يظهر الخدمات هذو المشاكل كنت تما يعني الحق الانسان والحق الطلاق والحق البلايص لي يعني باش السيبارا مع المره ديالو صراوا هاد الحوايج يعني من بعد جست على هذيك لا بيريود ما نكذبش عليكم دير في بالك بلي انت ولا انتيا اذا كحب تروح للخارج الا ما عندكش لي كونتاكت ولا ما عندكش هاد الصوالح راح تكون صعيبه بصح خليني نقول لك واحد الحاجه الصعوبات هما اللي يرجعوا الانسان صحيح الصعوبات هما اللي يخليوك يعني انسان تافونسي في حياتك وما دابيك ما تزيدش كاع تحس كيما حسيت هذيك المره يقول لك الانسان اللي تبدلت تعرف بالالم اعرف بلي انت ما دابيك ما تزيدش كاع تحس هذاك الالم يعني بصح هذاك الالم مليح بلا بيه ما تقدرش تلحق وراك حاب تلحق مالك ما تهربش من الالم الالم حاجه مليحه والاكسبيريونس حاجه مليحه ولازم تحط له جست على هذه الخدمه كامل من بعد صارت الاق وصراوا الصوالح انتما راح ندير يعني 16 تاع لا ميكانيك كملت 16 تاع لا ميكانيك ديالي هنا في كندا من بعدها بديت نخدم يعني عند كنديان تاير مره واحده اخرى لكن ميكانيسيان ماشي كنت نخدم نبيع لا بياس يعني لو كان تحقق لي حلم ايماجيني كنت نشوف عندها عام ونص كنت نشوف يعني لي ميكانيسيان يعجبوني منها ودوكا وليت انا واحد من هذوك لي ميكانيسيان بديت نخدم مع هذوك لي ميكانيسيان بعد 5 شهور 6 شهور ديت عام اكسبيريونس مور العام اكسبيريونس هذيك ديسيديت باش نفتح عند روحي تما كرينا البيزنس اسمه اويل مونكي هذا كي كرينا اويل مونكي بدينا نخدمو من بعد تما تعرفت مع صديقي بانك وحب ينفيستي في البيزنس ومن بعد مع الناس اللي يعني يديروا لا دونس ويديروا يتقلبوا كيما انا نتقلب وتما بدات الحياه تتبدل تما صارت هذيك تويست اوف فيت اللي نقولها انايا
تاع الثقه بالله تعالى وبتاع يعني تبني علاقه كبيره مع ربنا سبحانه. من بعد امور هذوك الظروف ويعني الصعوبات والالم وتروح بالفيلو للخدمه ما نقدرش عليكم رحت للفيلو رحت للخدمه بالفيلو لمده سنه عام ونروح من بعد لحقت مومو بعد 3 سنوات يعني زطحت في مومو يعني طحت وما كان عندي دراهم ما كان عندي حتى حاجه وما كان حتى واحد لي يعني نروح عنده ولا نقول له عاوني. زدت رحت بالفيلو للخدمة لمدة باقي 4 شهور ولا 5 شهور حتى شريت أول سيارة واللي كانت هي فورد كونتور 1995 فورد كونتور. هذه سيارة قديمة كانت قربش بس صح كنت هيبي كنت شغل نحب نسوقها نحب نرقد فيها. أول سيارة ديالك اللي صح عجبتني وحبيت يعني نكمل معها ديك راجوني تما صح صح كانت كنت ميت وساعد ادت لها دوك الاجوان بعدت لها شغل ستيك تيكيات على الكوتي يعني هذا كنت كرها حجر فور بزاف. ثم بديت لاجوني ربي بدا يلاقيني بالناس اللي هاربين عليا في راسهم يعني الناس اللي عندهم احلام الناس اللي تخدم قلب ورب والناس اللي تدخل دراهم ملاح يلزم في سير الناس اللي تلعب مع ستوك ماركت بلور وبطوله. بديت نتلاقى مع هاد الناس بعد تلاقيت بهذاك الانسان محمد راكم تعرفوا محمد بدات مع محمد يعني زدت كونيكتيت مع اصحاب محمد من بعد تلاقيت مع مايكل بزاف منكم اللي تعرفوا مايكل مايكل زداني لي كونفيرونس بعد تلاقيت مع لي زونتربرونور بعد الحياه ما حبيت نولي اونتربرونور حبيت نفتح البيزنس ديالي بعدها مول البيزنس تاعك كي تفتح البيزنس تاعك تنجح في هذا البيزنس تولي تبني بيزنس وتبيع البيزنس تبني بيزنس وتبيع البيزنس بعد تولي تنفيستي في ستوك ماركت بعد تولي دي بروجي حتى جا نهار قلت دوكا الحمد لله حياتي راهي ما شاء الله راني في نعمه مانيش خايف دوكا كيفاش نقدر يعني نزيد فالور للجزائريين الناس اللي ما على بالهمش واش صاري الناس اللي ما على بالهمش باللي واش راهم يجوزوا دوكا ربما هذاك اقل حاجه الانسان يقدر يجوزها لكن عندهم دوكا هذاك هي النهايه هذيك هي الله ليميت. كي تعلمت كامل هاد الدروس تما ديسيد باش نحكم التليفون ديالي وندير اول فيديو لكم في اليوتيوب باش نبيستي كامل السوق اللي كنت نروح نسوقو 14 ساعه 15 ساعه لواشنطن من ساسكاتون ونروحوا الكونفيرنس بالويكند ونخلصوا 600 700 من داك حتى 1200 دولار باش ندخلوا الكونفيرنس لان ما راح يمدوا لنا حتى حاجه في الكونفيرنس راح يمدوا لنا ديزانفورماسيون اللي نقدروا ندوا لانفورماسيون ونحطوا عليهم الانرجي ونحطوهم يخدموا. من بعد قلت انني حاب ندير نعطي فالور للجزائريين حبيت نزيد يعني حاجه ربما تعلمتها ربما يعني انا اما دابا انسان كيشوف لي فيديو تاعي ادي واش راك حاب تدي ولا ادي واش راك حاب تدي وخليه واش ماكش حاب تخلي يعني هذه جوست فيديو راح تزيد لك في الفالور ومو على بالي بلي تستفاد من حاجه ولا تعرف قصه تاع انسان كيفاش عامله كيفاش عامله وهذه ماشي بلي طايلو كان نهضروا عليها بلي دي طايل بالك نضربوا واحد السمانه وانا حطيت لي فيديو لكم لكن تما بدات اول فيديو ديالي في اليوتيوب من بعد تما يعني بدات كانت الحياه ديجا بدات يعني تاع السفر كاين بزاف بلدان كيما مكسيك كانت سان دييغو كاين بزاف بلايص يعني اللي ما درتكمش لهم لي فيديو لاني ما ديسيديش باش نحط لي فيديو عليهم لكن من تما بديت ندير لي فيديو وقلت نديكم معايا في رحلات القادمه ان شاء الله ومن تما بدات اليوتيوب وبدات القصه تاعي في اليوتيوب حتى وليت دوكا لقيت باشن جديده هي الكاميرا هذا كامل دوكا واش قلت لكم هي لازم الانسان تسنى زوج حوايج الحاجه الاولانيه هي ما تقدرش تعرف لا باسيون ديالك الحاجه اللي راك حاب ديرها ولا راك حاب ديريها بلا ما تسيي بلا ما تسيي لازم تسيي هادي وهادي 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 باش تلقى هذيك الحاجه اللي صح راك حاب ديرها كاش نهار بديت خدمه ولا بديت خدمه من بعد شهر شهرين بدات تحتم عليك تتحتم عليه الوغ هذيك انت زيد سيي حاجه اخرى هذه ربي سبحانه ولا نتايا ولا هذيك لانديكاسيون تاع قلبك ويقول لك مانيش حاب ندير هذه الحاجه بالك حنا نستاهلوا ما اكثر من هذه الحاجه. وكاين الحاجه الثانيه هي الالم الالم هادو ما حوايج كامل اللي نحكي لكم عليهم يعني باش الانسان الحق يعني باش وليت معني مرتاح ماشي وراني حاب نكون يعني الحق الحمد لله دوكا نقدر نعيش في فرنسا نقدر نعيش في امريكا نقدر نعيش في ايطاليا نقدر وراني براحه البال مانيش مقلق بزاف ولا الالم هو اللي يخلي الانسان يولي كيما راني دوكا هو اللي يخلي الانسان يعني يجوز على بلاصه بصح مول الالم لازم الانسان يخدم لازم دير في بالك بلي تسيي حوايج بزاف في حياتك سيي ادخل منا اخرج منا دير عفسة تعجبك ما تعجبك كيفاش على بالك بلي تعجبك ولا ما تعجبك الا ما سييتهاش سمعت الكلام الناس انت ما تسمع لهمش انت سيي تجربها بنفسك تعطيها شهر من وقتك وقعد غير سيي في هذيك الحاجه
إذا عجبتك حاجة كمل معك بدك تدير حاجة أخرى حتى تلقى الحاجة اللي تحبها. والحاجة الثانية هي أي حاجة راك راح تديرها راح يكون ألم، وكي يكون الألم دير في بالك بلي الألم هذاك مليح لو كان تكون عندك الانتنشن هذاك شغل لا فولونتي الإرادة باش تسقم هذيك لا سيتياسيون باش تحط موراها الانرجي وتخليها يعني تولي خير من اللي راهي دوكا. أنا بلا ما نطول عليكم خوتي والأخياتي والأفامي وأصدقاء، إن شاء الله تكون هذه ربما أعطت لكم إينيدي على القصة ديالي، يعني كنت حاب نديرها في فيديو ما خير من هكذا يا كنت حاب نديرها إن شاء الله بعد 3 سنوات 4 سنين إن شاء الله كل حق ولاني حاب الحق باش نحطكم على فيديو، لكن انتم ما حتمتوها عليا قلتوا لي بس يفديني هذيك الفيديو. نحبكم في الله جامي خليكم هكذاك، إن شاء الله تكونوا استفدتوا ونتلاقوا إن شاء الله في فيديو جديد.